السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نشوف برنامج موجود في قلب المهندس اسمه ستيب ريكوردر. برنامج لذيذ جدا، عبارة عن ان انت بتقول ستارت ريكورد واي حاجة بتعملها هو بيبدأ يسجلها على هيئة الصور وبيقول لك انت عملت ايه بالظبط. على سبيل المثال هقول له ستارت ريكورد ومثلا هفتح ديت اهوت، نقلتها هنا هو بدأ يسجل اي حركة بتعملها هو بيبدأ يسجلها. تمام، فتحت مثلا الفولدر اللي هو مثلا فتحت الفيديوهات مثلا فيديو فبيبدا يسجلها، ان انا فتحت الفولدر دوت. اي حاجه تعملها هو بيبدا يسجلها، بحيث لو انت مثلا عندك الوورد مثلا سجل ان انت بتفتح الوورد وكل حاجه بتعملها في الوورد هو بيسجلها. مثلا فتحت ملف جديد اهوت، قلت له مثلا ديزاين بدأ يسجلها، هنا بدأ يسجلها مع كل ضغطة بيبدأ يسجل. طيب لما اقول له ستوب ريكورد بيبدأ يجيب لي فيها كل الصور بالشكل دوت. كنا المفروض بقى بطريقة عادية كل شوية بناخد سناب شوت وناخد كوبي وبعد كده نقول له بيست ونروح هناك ونجي هنا، وكل واحدة من دول بقى تاخد وقت. هنا بقى بيرقم لي الحاجات وبيقول لي ده اليوزر عمل كذا كتب كذا اهو، ده اليوزر داس على زر كذا، ده اليوزر فتح كذا وبيديني الوان. فلو حد بيشرح برنامج ده افضل برنامج يساعدك على موضوع الشرح. طيب ممكن تاخد الحاجات كده كوبي او صح تقول سيف وتسيف ملف مضغوط مثلا واحد تمام سيف في فولدر اسمه واحد. طيب خلينا نرجع للديسكتوب وهنسيفه على ان هو مثلا ايه. طيب بعد كده هفتح الديسكتوب هتلاقي الملف اهوت. طيب خلينا نفتحه، هو مساحته 1 ميجا لان هو كله صور تمام. هتلاقي عبارة عن صفحة انترنت اهوت، الصورة كل صورة تدوس عليها تتفتح بشكل كبير وتقدر تشوف الشرح زي ما انت شايفه، بيعمل لي هايلايت على اخر حاجه اتغيرت. فده من الحاجات كتير حلوه جدا لو حد عايز يعمل كتاب باسلوب سهل ويوفر مع الوقت.